أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة بصدد تكثيف العمل بمعارض التوظيف مشيرا إلى التوجه نحو التخصص فيها من جانب آخر قال الوزير حميدان أن المجتمع البحريني قد تجاوز مسألة الخوف من العمل في القطاع الخاص مؤكدا أنه الخيار الأفضل فلذلك يعني راح نستمر بصورة أكثر كثافة في 2017 مع امر مهم جدا وهو ان مجالات التدريب تم تطويرها بشكل كبير جدا. مجالات التدريب اليوم بالتعاون بين تمكين وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه تقدم برامج مبتكره يحتاجها سوق العمل وتوفر مهارات ممتازه جدا يستطيع اي بحريني ان يحصل عليها فورا عند التقدم الى وزاره العمل او تمكين. فعملية التأهيل هي المدخل الصحيح والمناسب لسوق العمل. لا نفرض أي بحريني غير مؤهل. إنما نفرض على البحريني أن يستفيد من برامج التوظيف والتأهيل لكي يحصل على الوظيفة المناسبة والأجر المناسب. لم يعد مجتمع البحرين مجتمعاً مرفهاً يرفض العمل في القطاع الخاص. مرحلة تجاوزناها تماماً. نتكلم ليس على القطاع الخاص، نتكلم على القطاعات. هناك قطاعات مرغوبة أكثر وقطاعات لا تزال تحتاج إلى نوع من التوعية والتشجيع. بالنسبة لي أنا أعتبر القطاعات التي كانت في السابق غير مرغوبة وتشهد عدد كبير من الأجانب وقلة في البحرينيين، أعتبرها مخزون جيد للوظائف المستقبلية شريطة أن نحسن نوعيه الوظائف بها، نحسن نوعيه الاجور، نحسن بيئه العمل في هذه القطاعات، لا توجد قطاعات غير مناسبه للبحرينيين. لذلك يجب ان نحسن من جميع هذه الامور اللي ذكرتها ونفتح مجال العمل لان ليس امامنا خيارا الا ان نستفيد من هذه القطاعات.